وحشتونا من الاسبوع اللي فات، والنهارده معانا اكل حلو جدا، وتوته هتعمل لنا حاجات تحفه وهنشويها على الجريل وشغل عالي قوي. ازيك يا استاذه توته؟ ازيكم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، وحشتوني قوي يا ماما. وحشتوني من الاسبوع اللي فات جدا جدا جدا. وانا عامل لكم حمام. ايوه، بتتبيله. ايوه، فوق ما تتخيل. ايوه، هتعمل تتبيله جامده بقى، وانا اعمل لكم سجق، وهنعمل كبده والنهارده في شغل عالي قوي. طب يا توته، هتقولي مقاديرك؟ اه. ايه ده، انت جيت؟ الحمد لله. السباق اللي انا بقالي 16 سنه مستنيه. انا النهارده عملك لسه. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. ازي حضرتك؟ الحمد لله، انت شرفتنا النهارده، شرفتنا في البرنامج. انا جاي عشان توته. اه، ده في تحدي النهارده جامد جدا. قولي مقاديرك، تقولي امكانياتك. طب نرحب الاول بالكابتن. الله يسلمك. نرحب معانا النهارده بكابتن رضا عبد العال، نجم نادي الزمالك والاهلي ومنتخب مصر. اهلا وسهلا بحضرتك معانا النهارده في المطبخ، نورتنا. اهلا بحضرتك. ونزلت بقى من ملعبك، جيت ملعبنا اهو معانا في المطبخ هنا. جبناك من ملعبك، شديناك. اسكتي يا بنت بقى شويه. انا عايزه اقول حاجه قبل ما يبداوا المعركه مع بعض، ان المعركه سخنه جدا. وعايزه اقول لحضرتك حاجه يا كابتن، توته شيف تقيل قوي، واعتقد ان انت مش تقدر عليها. لا لا مش زينا. لا لا مش زي. لا ده انا هدغدغك، مش هتخسرك، هدغدغك. انا اللي هدغدغك. طب اما نشوف، وريني بقى انت تعملي ايه. هنشوف. اما تشوف لمطك دي بقى تعملي ايه. هي كده. طب وانت ايه اللي انت تعملي ده؟ حمام. حمام يا كابتن. ده مش حمام. انا مش عارفه اسكتهم. طب احنا عايزين نبدا ونخلي روحنا رياضيه. هقول مكوناتي. ايوه، وكل واحد فيكم يقول مكوناته، عشان انا هبقى حكم بينكم وهقول بما يرضي الله ايه اللي هيدور بينكم، وهدوق الاكله بتاعت حضرتك وهدوق اكلتها وهحكم في الاخر. بس انت هتيجي لا مع لا 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 عشان ان هي بنتي وبعدين ده حمام، انما ده سجق. لا بس وفي كبده اهو، في حركات. ماشي، بس الحمام غير الكلام ده. لا ما تقلقش يا كابتن، انا هاجي مع حضرتك. طيب يلا يلا يا ستي، يلا بينا. معانا بصل، معانا توم مهروس. أيوة. مفروم مهروس، اي حاجه. أيوة. طماطم مبشور، فلفل، ملح، بهارات. أيوة. ومعانا الحمام بتاعنا والبقدونس اللي احنا هنسويها بيه. قول لنا يا كابتن بقى المكونات بتاعتك. معانا بصل. ايوه، والسجق طبعا. ايوه، والفلفل اللي هو المبشور، والطماطم المبشوره. أيوة. وادي التوم، وادي الزبده. حلو، قلدني بقى في التوم. اسكتي بقى، خلينا نكمل. أيوة. وادي الكبده، وادي الفلفل الحراق. ماشي. وطبعا معانا عصير الطماطم. أيوة. اللي ان شاء الله هنعمله عشان ان شاء الله الصينيه، وفي مفاجاه. في مفاجاه كمان. في مفاجاه الناس تستنانا في اخر الحلقه، وفكروني بالمفاجاه. لا انا معاك يا فندم. بالظبط كده، انا تحت امرك. هنبدا بقى ولا ايه؟ نبدا طبعا. ما شاء الله واضح ان المنافسه جامده جدا. هنجيب اول حاجه الصينيه من تحت، والكابتن يعني نازل بتقله. طبعا. تمام، اولع لحضرتك الفتاة. بعد اذن حضرتك. ماشي، انت تؤمر. تمام اهو، اتفضل. نعلي اخر حاجه. اتفضل. طبعا نسيب الصينيه تسخن شويه. ايوه، هنيجي الاول بالزبده. ايوه، انا هوريك بقى تتبيله ما يتحكيش عليها. ايوه، بتاعت الحمام. انا خايفه اتضرب في النص، بس هو ده اللي مستني بقى. استني، خلينا نركز. تمام، بس طب انت يا كابتن، يعني سكر كابتن، بس واحده واحده كده معايا، وانت بتقول الاكله وانت شغال تقول لي نقول ايه، ونبقى شغالين في الاسئله برضه، عشان احنا جايين النهارده حضرتك تفهمي. يعني ايوه، احنا حطينا الزبده. ايوه، لازم تسيح الاول، وبعد كده هنحط الزيت طبعا عشان الزبده ما تسودش. يا سلام، لو سودت الزبده هتخلي السجق مسود. يا سلام، انا حد يدغدغني؟ ده انا دغدغ مصر كلها. يا لهوي، الله، انت كدابه. سخنه جدا وانا قلقانه عليها. كدابه، ولا بتعرف تعمل حاجه ولا محتاجه. طيب. وانت اللي هتعملي لها كل حاجه دلوقتي. احنا شغلنا البوتاجاز اهو، يا شغال. دي ماما اللي بتولع لك البوتاجاز، حتى مش عارف تسيح الا الزبده. تمام، حلو كده، خليكي في نفسك. هي بس الصينيه بتاعتنا بتسخن. تمام كده،
بعد كده هنحط شويه الزيت. ايوه لا لا الكابتن متمكن، عارف ان الزيت لازم يتحط مع الزبده وعشان الزبده ما تتحرقش. مش كتير يعني يا دوب. لا حلو قوي بس كده عشان ايه طعم الزبده بقى لسه محافظ. لا يا كابتن انت ما تخافش عليك خالص، ده رونق. مش بقول لك انا طباخ من زمان. طب يا كابتن قول لي بقى، انت بتخش المطبخ يعني انت ليك بتحب تخش المطبخ وتطبخ وكده؟ احنا قلنا بقى في مفاجاه في الاخر بقول لكم عليها. طيب ما تحرقهاش حضرتك، هتفاجئني يعني. ماشي ادي الزبده ساحت مع الزيت، وهنبدا بقى ننزل بالايه بالسجق. ايوه طب نستنى بس الطاسه تسخن معانا ماشي، او الحله الصينيه بتاعتنا. انا عايزه بس اسالك سؤال كده، ايه اكتر اكله انت بتحبها؟ كشري. الكشري. لو اعرف بقى كنت حضرت لك الكشري، بس انت فاجئتني النهارده. لو اعرف ان انت جاي معانا كنت عملت لك بقى حاجه الكشري وكنت سبتك عشت معاها. طبعا انت عارف ان محمد صلاح بيحب الكشري جدا. كلنا مفيش واحد مصري ما بيحبش الكشري. اللي هو بيسد معانا بقى بيجيب من الاخر. لا 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 ده هو الطعم بتاعه. الطعم صح. طبعا مكرونه ورز وتقليه كل الكلام دوت احنا بنحب بنعشق الخلطه. مين معاك طب يا كابتن في المعسكر كان بيعرف يطبخ؟ لا احنا كنا انت عارف حضرتك احنا بنروح فنادق طبعا ومعسكرات، فما كانش بيبقى متوفر لنا الحاجات دي. فبناكل جاهز من بننزل المطعم ويعملوا لنا الاكل. انما لما كنا بنطلع بقى قبل النادي الاهلي وقبل نادي الزمالك كنا بنعمل ناخد معانا كل الاحتياجات، حلل واطباق وبتاع، وكنا بنطبخ احنا في المعسكرات اللي هي لما كنا في النيل الادويه. أيوة قبل ما نروح الاهلي والزمالك، انما طبعا في الاهلي والزمالك فنادق. فنادق بقى شغل طبعًا. فنادق زي ما بيقولوا. ما بيبقاش متوفر الحاجات دي. هو البتاع مش عايز لا هو خلاص اهو معلش احنا واحده واحده اهو مع بعض. طب ايه الاكله اللي انت بتحبها ومراتك ما بتعرفش تطبخها؟ لا مراتي بتطبخ كل حاجه. يعني ما فيش اي حاجه. يعني حتى كمان الحاجات اللي انتم ما تفكروش اللي هي بتاعت زمان قوي هي بتعملها، لان هي خارجه من بيت ما شاء اصلا الله. ما شاء الله ربنا يديها الصحه ان هي بتعمل كل حاجه ما شاء الله. وكانت والدتها و واخواتها الكبار كانوا بيعلموها كل حاجه. عشان كده انا عايزه بقى اسالك على فكره ما بحبش اكل بره. استنى اسالك سؤال صعب عشان انت جيت تحددني. استنى يا بيضا ما نخلص وبعد كده هتيجي انت تورينا بقى امكانياتك. ايوه ممكن بقى نحط ال ايوه ابتدى يسخن معانا اهو البوتاجاز. نحط بقى السجق ولازم نحط السجق. طيب عشان حضرتك لما جيت اتجوزت اكتر مشكله قابلتك ان كنت متعود على اكل والدتك اكتر؟ طبعا. ولا عرفت تتماشى مع اكل مراتك وما حسيتش بالفرق؟ خلي بالك بقى كان ساعتها في اكل هي ما بتعرفش تعمله، عرفت تتعود يعني. امي الله يرحمها بقت هي تروح تقعد معاها وهي تعلمها بقى الحاجات اللي انا كنت بحبها. حلو بس ده. هي بتعمل ال ال الكشري ده ما فيش مطعم في مصر بيعمله ما شاء الله. وما بعرفش اكل كشري من بره الا بالايديها بس بعد ما اتجوزتها. اما الاول كنت على طول اي محل كشري وانا معدي لازم ادوق، لازم تاكله، لازم اكل منه لان انا كيف كشري. فهي بقى خلتني ما بقتش ابص المطاعم ولا العربيات ولا الكلام ده. بقت هي رقم واحد في الكشري عندي. طب وانت بتعرف تعمل الكشري بقى يا كابتن؟ لا. ولا لا؟ لا لا صراحه. لان طب انت بتعرف تطبخ؟ طب يعني انت اللي بتعرفي تطبخي؟ ماما اللي هتطبخ لك دلوقتي. احنا نفتح على بعض. ده جاي يتحدانا وما اعرفش عن الكشري. ماما انت جاي بقى انت بتتحدى واحده شيف يعني اتحدى واحده. هنا بقى الصينيه هنا اعلى شويه عشان ان هي تسعف معانا. ايوه صح عشان نخلص. بص الكابتن بيتصرف، شوف انا ولعت له. طب البصل يا كابتن اتحط امتى؟ ما استني بس، هو دلوقتي احنا بناخد تشويحة. لا بناخد اللي هي بتطلع الزفاره في السمنه والزيت. ايوه عشان لما تحطي المكونات دي كلها أيوة. ما تحسيش فيها ان في ريحه زفاره. ايوه لازم تبقى ايه تاخد شويه في اللي هي التحميل تتحمر شويه بحيث ان هي تكسر السنه بتاعت الزفاره اللي بيبقى فيها لان دي لحمه. شغل صح. شغل صح يعني يا دوبك بس هي ايه تبدا تمسك شويه في نفسها كده وتحس ان لونها اتغير. صح كده بالظبط كده. تبدا تحط بقى المكونات تتشوه. عشان ندخلها الفرن. تمام اقرب لك المكونات اهو. اول حاجه هنحط نص البصل ده. ماشي يعني مش هنحطه كله دلوقتي. عشان ده البصل ده كتير صح؟ لا مش كتير. امال ايه؟ ما هو انت لازم يبقى فيه حاجه مع التحمير وحاجه كده تحس بحلاوته ان انت بتاكلي بصل. ده شيف كبير الكابتن رضا، طلع شيف كبير جدا. حد بعد كده هيغلبك يا توته. لا عنده سر المهنه وعنده كده ايه سن الثوم من المهروس سر السمع.
سن الثوم بقى بس مش كتير عشان ما اعملش ايه في النفس. طب يا كابتن، هو انت بتقف مع حد في المطبخ ولا اتعلمت منين؟ لا ديت حاجه بالموهبه. يعني كنت بتقف مع الحاجه مثلا؟ لا بس هي يعني ايه، انت بيقول لك الجيش بيقول لك اتصرفي. ايوه، فهو دلوقتي قدامك كل حاجه، ايه اللي هتعمليه؟ اللي انت هتسوي. صح، فانت هتعملي بمزاجك. صح، شويه كده وبعد كده هنحط الطماطم عشان الطماطم ما تضيعش النكهه اللي هي السجق هياخدها من البصل والفلفل. لا بيقول معلومات جامده بصراحه يعني. لا ما شاء الله، انت خلاص بقى تيجي كده تقدم معانا يعني، او تقعد بدالي بقى. بقى حضرتك كابتن. ورق اللوري. ايوه، والحبان. هتحط كله؟ اسكتي، مش طايق توته تتكلم. لا ده انا جاي النهارده موت. تحدي يعني. حطينا طبعا الحبان وورق اللوري عشان وطبعا عشان ما الريحه. لا ريحه بجد. لا حاجه جامده، شغل عالي فعلا. الله يسامحك. طب انا بقى بص يا توته، تعالي يا توته. توته هقول، تعالي شم الريحه بقى. توته هو بيغيظك وهو مش قابل التدخل بتاعك في حاجته. بعد كده بقى بنحط الطماطم. طب بص يا ماما. ايوه، هنحط سن التوم كده. ايوه، مش عايزين ده كتر عشان لا استني عشان ما تحرقيش اكلتي. وهنقلب. خليكي بس اصبري عشان المعك دلوقتي، هديكي فرصتك. بالله عليكم شمين الريحه. لا والله الريحه تحفه بجد. يسلم ايديك يا كابتن، حاجه ليه بقى؟ لان احنا كسرنا السنه بتاعه الزفاره. ايوه صح كده. طب يا كابتن قولي لنا كده الحاجات اللي انت حطيتها، المكونات حطينا. هنحط بقى دلوقتي الفلفل والملح والحاجات اللي والبهارات. ايوه، بحيث بقى ان ايه. لا يعني احنا عايزين نقول مع بعض كده من الاول للساده المشاهدين، انت حطيت ما انا ايه؟ هقول لحضرتك. لان دي بقى اكله ايه؟ الكابتن رضا عبد العال، يعني ثلاث ارباع مصر هيعملوا الاكله دي بعد كده. هتقول لي بقى حطيت ايه من الاول ولا نسيت ولا ايه يا كابتن؟ لا يعني خليك معايا. انا قاعده اقول الكابتن هو اللي هيكسب. حطينا الاول الزبده. ايوه، ساحت شويه، وبعد كده حطينا الزيت. ايوه، وبعد كده حطينا السجق. ايوه، خد اللي هي التشويحه، الصدمه الاولانيه. ايوه، واخد بال حضرتك. أيوة، وبعد كده بقى حطينا الفلفل وحطينا البصل وحطينا اللوري وحطينا الحبهان وبنقلب اهو. وهنتص بقى حضرتك. أيوة، هنتص ايوه بالعصير بتاع. حلوه دي، عشان تخش ايه. نسيبه. أيوة، مثلا قد دقيقتين ثلاثه. تمام، بالعصير اللي هو بتاع القوطه اهو. تمام. طب يا كابتن، وبعد كده ندخله الفرن. انا عايزه اسالك بقى، هو انت رحت في مكان اتعزمت على اكله قبل كده وطلعت وحشه؟ الاكل كتير والله، ونقعد نكذب بقى ونقول ايه. تسلم ايد مراتك او مثلا المطعم اللي احنا بناكل فيه عشان ان احنا ما نحرجش الراجل العزيز. يعني نجامل من الاخر. بالظبط كده. طبعا كده بقى هيقعد بتاع حوالي 5 دقايق وبعد كده ندخله الفرن. المفاجاه. ايوه، عايزين المفاجاه بقى ولا في اخر الحلقه؟ لا براحتك، انا معاك. خليها في اخر الحلقه بعد ما نطلع دي من الفرن. تمام. طب اكتر لعيب بقى كابتن اكيل؟ وليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين. تمام. مفيش مطعم في مصر اللي ما اعرفه. ايوه، ما يعرفش كل المطاعم. مفيش اكله الا لما يكون عملها ودقها وعارف انهي مطعم متخصص فيها. ايوه، يعني مثلا العكاوي يقول لك فلان، عارف فلان. الحمام فلان. مش عارف الكبده الاسكندراني كذا. استاذ في انا كل ما اسال حد يقول لي برده نفس الكلام. لا ما يعني وليد معروف. وليد مضيع فلوسه كلها. كابتن وليد معروف مضيع فلوسه كلها على الاكل. ما شاء الله عليه. راجل مزاجنجي. مزاجنجي. اصل الاكل ده مزاج وفن. طبعا وحاجه كده حلوه. ممكن ما تكونيش اكيله بس انت. ما هو حضرتك انا اهو عينه اهو، واخد بال حضرتك. بس بحب الاكل. لا بتحبي ان انت مثلا الحاجات اللي هي الدسمه اللي في الاكل، اللي انت بتاخدي الحاجات اللي هي الخفيفه عشان. أيوة، كده جسمك. انما في ناس ثانيه بقى طبعا حله محشي. حله محشي. ايوه، حله محشي. حله رز. حله رز. حله. ايوه، اقعدوا بقى ياكلوها ويقوموا. ده الاخر هي تلاقيها بقت طن. طب الخطوه اللي ايه اللي بعد كده يا كابتن؟ دي هتخش الفرن بقى. يعني انا هاخدها كده ادخلها الفرن كده. خلصت اكلتك ونخش كده. تمام، عشان بقى ايه. طيب انا عشان ما اسيبش حضرتك، انا هعمل حاجه. انا هروح بقى واسيب الاجواء المنافسه دي واطلع فاصل وارجع لكم. استنوني.
رجعنا لكم من الفاصل وهنكمل مع الكابتن رضا عبد العال الاكلات الجميله بيعملها والمنافسه بيني وبين توتا، وهنشوف في الاخر ايه اللي هيحصل. توتا واقفه ومتحمسه وربنا يستر. محدش معايا يعني يا ماما؟ لا معاكي، انا معاكي يا حبيبتي، بس هنخلص الاكلات. بس انا هدوق، هنخلص الكبده قوام قوام عشان توريني بقى لمطك بعد. اديكوا بقى بسرعه كده، استني بقى يا توتا. اتفضلي. طبعا هنعمل الكبده، في كبده اسكندراني وفي كبده عربي وفي كبده بقى، دي الكبده دي اسمها كبده رضاوي. رضاوي، ايوه دي الجديده، دي الجديد. ايوه ايوه، طشاتك بقى وحركاتك. شفت بقى حد يعرف الكلام ده؟ لا 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 لا، شويه زيت بقى. وريني انت بقى. ايوه يا توته بقى هتعملي ايه؟ شويه طبعا الزيت. ايوه توته ساكته ومتحمسه، وانا عارفه انها هتفاجئكم. انا عارفه بنتي وتربيتي بقى. بالثوم. ايوه بعد اذنك اتفضل. بس شويه توم حلوين كده. الله، الثوم ده هنا اكتر من الثوم بتاع المره اللي فاتت طبعا، عشان دي كبده. ايوه ننزل بقى بالكبده على رجلك. شغل بعد محترفين. كده بقى هنعملها تقليبه صغيره كده. ايوه شغل محترفين. قول لي يا كابتن، ليكوا اكل معين لازم تاكلوه كده بس قبل الماتشات؟ قبل الماتشات بيوم. أيوة. بيبقى في حاجات اللي هي بتدي باور، بتدي قوه. يوم الماتش انا عن نفسي ما كنتش باكل، لان كان الاكل بيعمل لي زي كرشه نفس، عشان كده ما كنتش باكل. ممكن مثلا يعني عصير، حاجه ساقعه، كل ده على المعده وهي فاضيه. فالحاجات دي كانت بالنسبه لي، انا ما اعرفش بقى بتعمل ايه مع لعيبه، ممكن تعمل لعيبه تانية هبوط بتاع، انما انا بالنسبه لي كانت بتديني باور وتخليني احس ان انا نفسي كويس ومفيش الكارب. طبعا هنحط شويه ملح. طب بالنسبه لهم هم يا كابتن، ايه الحاجه اللي ممكن ياكلوها؟ انا عرفت معلومه ان هم يعني على الاقل 3 ساعات قبل ما يلعبوا الماتش ما ياكلوش. طبعا يعني لو ماتش مثلا الساعه 3 كنا بنتغدى الساعه 12. ايه بقى الاكل؟ وبياكلوا مكرونه يعني بس تقريبا، ما على حسب بقى، نص فرخه. بهارات طبعا. يعني قبل المباراه بثلاث ساعات المفروض ما ياكلوش. ايوه قبل المباراه بثلاث ساعات بطاطس او باربع ساعات. وبتاخدي مثلا بعد كده حته كيك مع شاي بلبن او شاي عادي. ده دوت مثلا لو احنا الماتش الساعه 5 مش 3، لو الساعه 3 يبقى خلاص مفيش كيك ولا بتاع ده. انما لو المسافه طويله اكتر من 4 ساعات فبيحط لنا حته كيك اثناء المحاضره او قبل المحاضره بحاجات بسيطه. يعني ليكم نظام كده لازم يلتزموا بيه، صح كده؟ كده يعني احنا يعتبر ان احنا خلصنا. الله، فلو سمحت حضرتك كده. ايوه ساعدت. ايوه هناخد بقى شويه بقدونس من عندك غلاسه. ايوه بس اسكتي لحسن اشكمك، اسكتي خلي الطبق يطلع زي الفل. حلو الشغل على فكره، اكتسحك يعني، انا مش عارفه اعمل ايه. طيب طبعاً انا في حاجه كدا. في حاجه يا كابتن هقولها عشان هننزل بقى طبعا الكبده هنا. طيب لما الكابتن يقدم طبقه الجميل. طب وانا بقى، انت هتبداي اهو دلوقتي. انت بقى خلاص كده، انت بقى ايه تشوفي لك حاجه بقى كده يا توتا. ايوه على مهلك، بس بقى عشان الكاميرا. بس ما تكترش. اسكتي. ما تكترش. هو انا جايبهم من عندك؟ هو خدهم من الاكله بتاعتنا. لا طيب. دي اكلتي ما دي. طيب خلاص خلاص. طيب كده بقى انا قبل بقى ما نبدا اكل توتا، انا عايزه اقول حاجه مهمه، ان احنا هنا ان شاء الله يوم 22 مارس هنقدم مع بعض هنا في برنامج انا وماما جايزه مقدمه من شركه رنين، واللي عايز يبقى معانا ان شاء الله الام المثاليه يوم عيد الام اللي هو بالنسبه لنا اول حلقه يوم 22، يبعت لنا على الصفحه ويقول لنا قصته. اي ام مكافحه، اي حد بيتفرج علينا، بنته، ابنه، جارتك، احنا في انتظار ان انتوا تبعتوا لنا على الصفحه وتقولوا لنا، واحنا هنرد عليكم ونتواصل معاكم. فايه رايك يا كابتن في اللي احنا بنقوله؟ احنا طبعا بنقول لكل ام كل سنه وهي طيبه، ويا رب كل الامهات طيبين وبخير. وكان نفس امي تبقى عايشه والله، عشان انا احتفل بيها. الله يرحمها ويرحم امواتها. وطبعا بنشكر شركه رنين اللي هي اهتمت بالامهات وبتقدم لهم جوائز، وبنقول لهم كل سنه وهم طيبين، وان شاء الله كل سنه وام مصريه طيبه وبخير. نبدا بقى فكرتنا. لا وانا بشكر شركه رنين على تعاونها معانا، وان هي جايبه جوائز قيمه جدا، وان شاء الله هنشوفها مع بعض. وما تنسوش تبعتوا لنا على الصفحه عشان نتواصل مع حضراتكم. يلا تعالى لي في اكلاتي جدا. بص بقى منك لربنا بقى، ومدام عز هي اللي هتحكم بيننا. انا معايا انا معاك انا معايا
ربنا واثنين ملايكه. كده الكابتن هيسيبنا ويمشي ويشرفنا النهارده في مطبخنا. وهوريك اكيد طبعا. طب العالميه لك عشان ما تتحرقش. الكابتن عايز يثبت وجوده في المطبخ ويورينا اكلاته قبل ما يمشي. بس ده برضو ما يقولش ان هو ينفع يسيبنا ويمشي، هو انسحب من المسابقه اللي بينه وبين توتا والمنافسه. طبعا مش هيمشي، هيكمل معانا المسابقه وهيشوفني وانا بكسب. هتكسبي بعد الصينيه دي اقسم بالله لو عملت اللي. ايه رايك يا مدام؟ الله بصراحه حلوه جدا ده، ولسه كمان كانت عايزه كمان دقيقتين. لا حلوه جدا جدا. ينفع بس بكده خلاص الكابتن هيسيبنا وكان منورنا النهارده. انا بقى الوحيد اللي عملت الاكل وطلعته. ايوه صح، شرفنا متشكرين يا كابتن على وجودك معانا النهارده. وبكده خلصت المنافسه، وبس ما خلصتش حلقتنا عشان احنا مكملين مع الشيف توتا، لان هي وقفت معانا للاخر وما انسحبتش زي ما كابتن رضا عبد العال سابنا. بس هنخرج فاصل صغير خالص ونكمل مع الشيف توتا بقيه حلقتنا. كيسه جميله عزيزه الجميله، وهبدا اعمل كابتن رضا عبد العال انسحب والمسحوب مغلوب، وتوته الشيف توته هي اللي مكمله معانا، وهنشوف بقيه اكلاتها لاننا النهارده ضيفه شرف في الحلقه ديت. بس بصراحه ما ننكرش برده ان هو عمل لنا اكل حلو جدا وريحته حلوه، وطلع لنا زي ما قال من الفرن على المطبخ على طول، يعني حاجات كلها طبيعيه هو اللي عاملها، ما فيهاش حاجات متشاله في الفرن. ومعرفش هو جاب الكلام ده منين، بس هي معلومه عنده. هبدا يا ماما احط الفلفل. ايوه احنا حطينا بس البصل والثوم. ايوه وهنحط الملح. ايوه شيف توتا النهارده فظيعه. وهنحط البهارات. ماشي. وهنبدا نقلب تاني بايدينا. في حاجه ناقصه؟ ها يلا تعالي ساعدي. اساعدك احط لك؟ اه ماشي. اتفضل احط دي كلها؟ لا حطيها حطيها، حلوه الطماطم بتدي حاجات جميله كده. ماشي تدي لون. يبقى احنا حطينا خل وبصل وثوم وتوابل ملح وفلفل وبهارات، صح كده؟ اه. طيب انت هتعملي ايه؟ تغيري ال الجرفس. طيب محدش طبعا ها يعرف. تمام، احنا نحط نص الكميه اللي اتحطت لان طبعا الخل كتير شويه، بس هو نزل منها غصب عنك. حلو قوي. طبعا كابتن رضا عبد العال جه النهارده وكان مفاجاه بالنسبه لنا كبيره وحلوه، وفاجئنا بالاطباق اللي عملها، وكانت منافسه حلوه بس للاسف انسحب في اخر وقت. وتوته هي اللي كسبت معانا، وبتعمل لنا دلوقتي الحمام اللي هنشويه على الجريل، وانا متحمسه بصراحه، وشايفه ان بنتي تربيتي حبيبتي هي اللي كسبت، لانها فضلت صامده كده وواقفه وما انسحبتش من المعركه دي. يلا يا استاذه توته ادينا بقى عشان نشوي. ايه قدامك كتير؟ قدامي خمس دقايق. طب انا هبدا اجهز نفسي عشان اشوح لك الحمام بتاعك. طبعا بعمل كده اهو. بس انا مبسوطه منك يا توته ان انت قويه وبتعرفي تتحدي واثقه من نفسك. صح؟ اه طبعا يا ماما. اه ايه سكت يعني بعد ما كابتن رضا مشي؟ اكيد. شايفاكي ساكته خالص. عشان انا فرحانه؟ اه جدا. بصوا احنا طبعا خدنا حته جبنه. ايوه حطيناها هنا. ماشي انا هديكي طبق تحطي لي فيه عشان انا اشوح بقى. يا ريت. ماشي. وهندهنه من بره. اتفضلي. يلا حطي هنا اللي تتبليه حطيه. دي اول واحده. ايوه. شكلها. طبعا بنقلب. لا تتبيلة شيف شيف يعني ما شاء الله عليكي. شكرا يا ماما. بص بتدعك الحمام وليها تفاصيل كده بتعملها. حلو قوي. توتا واحنا المفروض نسيب الحمام ده في التتبيله ولا نشويه على طول على الجريل؟ نشويه على طول على الجريل عشان ما تتاخروش، وقت الحلقه قليل. اه بس لو عندنا وقت ممكن نشيله في التلاجه. أيوة. عادي. وممكن انا بدخله كده، فهمتوني؟ ايوه. عايزه صحي كده؟ عايزه ماما. بسم الله. حاضر. الله يا توتة على الريحة، الله بجد. شكرا يا ماما.
بنصدقي في الاخر. اهو كده كده دي على الوش اللي فيه الجلد الاول. تمام حلو قوي يا توتة كده. قولي لنا بقى يا توتة تبلتيها ازاي، تبلتي الحمام ازاي؟ عدلنا كده بس يا ست ماما. قولي لي يا ست توتة، يا شيف توتة. اه انا قلبت كده انا حاجه سهله جدا. مع الحمام ايوه، مع فلفل بهارات ايوه وبصل وبصل وثوم وشبت اه شويه خل. الطبق انا اشيل لك الطبق ده بقى. الطبق تقدمنا اهو، اهو الطبق التقديم الحلو. هاتي فين المقص؟ انت حطيتي طماطم مبشوره ايوه ايوه وبصل مبشور ها وثوم مفروم وخل وملح وفلفل وبهارات صح كده؟ اه طيب حلو. بصي دي التتبيله اللي انت عملتي بيها الحمام صح كده؟ اه. حب يضايقني واخدت الايه، خد مني الشبك. لا يا ماما الكابتن رضا خد منها الشبك. طب خليها عشان تزوقي بيه. ايوه طيب احنا لازم نقول معلومه مهمه، ان لازم نسيب الحمام في التتبيله 4 ساعات على الاقل في الثلاجه، وبعد كده نبدا نشوحه، لان لازم التتبيله تاكل او تاخد في الحمام وتاكل مع بعضها كده عشان خاطر ناكل حمام طعمه حلو. توتة عملته بسرعه عشان خاطر وقت الحلقه، ودي منافسه جامده بينها وما بين كابتن رضا عبد العال. تمام شفتي خلص لي ايه؟ ايوه خلص لي البقدونس او الشبت. طيب انا هدي شويه ميه هنا كده، انا عايزه منديل عشان يساعد معايا في سوى الحمام. طبعا احنا عايزين نقول حاجه، ان احنا لو عندنا فحم في البيت وشوايه والبلكونه وجو المصري بتاعنا ده، هيبقى افضل، هيدي طعم اعلى وتست اعلى في الاكل، وهتحس ان انتوا بتاكلوا بقى الحمام بتاع المطاعم. لو مفيش ده هيبقى كافي ان احنا نشويها على الجريل. ماما انت نسيتي حاجه جديده جدا. ايه اللي هي؟ تحطي ده على الحمام عشان يستوي. تمام بس انا عايزه اقول لك حاجه، توتا دي اكلتك ودي منافسه، انا مش متدخله فيها. تمام هزود شويه ميه. حلو قوي. لما بنسيب التتبيله دي في الثلاجه لمده ال4 ساعات اللي احنا بنسيبهم ليه؟ معانا الخل علشان التتبيله. ايوه بتبقى ها بتتبل اكتر وبتدي طعم للحمام اكتر. بتتبل كويس. أيوة. جدا جدا جدا. ايوه وكمان الخل معانا ريلاكس كده، معانا بتبقى فلافي. تمام يعني بتبقى سايبه منين. تمام انا بقول بقى ان الخل بتاعنا لما بيخش في التتبيله ونحطه في الثلاجه، الخل ده بيساعد على التسويه. طب يا استاذه توتة انت كده خلاص فاضل لنا دقايق والاكله بتاعتك تخلص، بس ويبقى المنافسه بيني يا ماما. نعم تكون مستويه. اه تكون مستويه طبعا. احنا طبعا خلصنا المنافسه بتاعتنا النهارده، وكابتن رضا عبد العال عمل لنا صينيه السجق وعمل لنا الكبده البلدي بتاعتنا، وكانت بصراحه ريحتها تحفه وهي بتتعمل الكبده، وصينيه السجق طلعت من الفرن اتجنن، وانا بقول له في الحلقه بتاعتنا ان هو نورنا. شكرا انا مبسوطه جدا ان انت طلعت معايا. ايوه المفروض اللي انا ازعل اللي انا كسبت. ايوه القصد اللي انا خسرت. انت ما خسرتيش، المنسحب هو اللي خسر صح كده؟ اللي انسحب هو اللي خسر. انت غلطان جدا. اه بس ده ما ينكرش يا توتة ان هو عمل اكل حلو بصراحه، مش هدله ريحه الاكل وشكل الاكل بتدل ان هو شيف شاطر. بس كده لا ما بلاش نفسنا، مش هنبوظ الطبق. دي منافسه لسه شغاله، توتا مش عايزه تفصل المنافسه برغم ان هو ساب لها المطبخ كله ومشي، بس هو نورنا النهارده وعمل لنا اكلات حلوه جدا. وهنقدم بقى الحمام بتاع توتا. اتفضلي هنشيل بقى الحمام بتاعنا يا توتا. خلاص كده استوى. طب يا ماما وانا هزوق اغرفه انا يعني؟ طب انا بقول نغرفه في الطبق البني ده احلى يا توتا. ايه رايك لون الحمام كده واخد اللون البني ده؟ اه عشان هو الحمام بني فلايق مع الطبق البني. لا واخد لون بني صح، الذهبي الحلو ده. زهب. ايوه زهب. زهب. ايوه
الله يا توتة على الجمال. بسرعة بقى يا ماما، شكلك انت اللي هتكسبي. وقت الحلقة هيخلص. طيب حاجات بسيطة بقى يا توتة كده في اللذيذ كده. يلا شاطرة يا توتة. طبعا هحط كده كده. توتة عملت لكم حمام في الحلقة، حمام نفسة الكابتن رضا عبد العال بحمام، شفتوا بقى؟ عشان تعرفوا ان توتا شيف كبير. برافو، شيل الطبق ده. حلو قوي. ودي اكلتنا. ايوه حلو قوي كده يا توتا. بس خلاص كفايه، هيبقى شكلها وحش. اه يلا. ودي اكلتي ونفسه ما بين دي ودي. وكابتن رضا عبد العال عمل معانا الكبده وصينيه السجق بالحاجات الحلوه اللي حبشها لنا بيها، وحط لنا الفلفل والالوان والحاجات الجميله اللي حطها لنا، وكانت ريحتها رائعه. وتوت عملت معانا النهارده الحمام بالتتبيله مميزه، وشويناها مع بعض على الجريل. وبكده خلصت حلقتنا، والاكل لعبتنا، والمطبخ حياتنا. استنونا في حلقه جديده. استنونا. خبيرة التغذية الدكتورة دعاء سهيل، دبلومة التغذية وماجستير التغذية العلاجية، وعضو لجنة تحكيم ميس إليجانت. مساء الخير عليكم. النهارده جايين نتكلم مع بعض في موضوع مهم جدا، السمنه وزياده الوزن اللي هي بتاثر على حياتنا وبتاثر على صحتنا. وجايين النهارده نشوف حل مع بعض، وازاي نعيش حياه صحيه وفي نفس الوقت ناكل اللي احنا عايزينه كله. فهنشوف النهارده مع بعض معانا مين. معانا ومعاكم الدكتوره الخبيره التغذيه دعاء سهيل. اهلا وسهلا بحضرتك، صاحبه مبادره مصر بلا سمنه ومبادره تخسيس اونلاين. فاحنا عايزين نشوف بقى النهارده الدكتور معانا هتقول لنا ايه، وازاي نلتزم بالحاجات اللي هتقولها لنا، ونخس وناكل ونعيش حياتنا طبيعيه بصحه وسلام ونبقى مبسوطين. اهلا وسهلا بيك يا دكتور النهارده معانا. ميرسي لحضرتك على المقدمه الكبيره قوي اللي حضرتك قدمتي لي دي، ربنا يخليك. برنامجك جميل جدا، بحييك عليه. بنوتك دمها خفيف. جميل قوي ان انت تكون في برنامج حياه ام وبنتها، وخاصه لو دمها خفيف زي بنوتة حضرتك. ربنا يبارك لك فيها. تسلمي لي يا حبيبتي، انا مبسوطه جدا ان حضرتك معانا النهارده. يا رب يخليكي مدام عزه. مبروك دكتوره على تكريم حضرتك وفريقك في عام 2018 في مهرجان المراه العربيه الابداع. وعايزين نعرف من حضرتك بقى تفاصيل اكتر عن الموضوع، سبب التكريم يعني. اوكي. في 2018 دايما كل سنه انا وفريقي بنعمل بلان كده ان احنا ازاي بنحل موضوع زياده الوزن، خاصه وان في عام 2018 و2017 و2016 تتصدر الدول العربيه في المقدمه معاناه من السمنه. ويمكن انا اتكرمت في مهرجان المراه العربيه للابداع على مستوى العالم العربي. انا فعلا لفت نظري كل سنه نتصدر احنا العرب
في مقدمة الإحصائية معاناة من السمنة، يبقى السمنة ناقوس خطر يدق في عالمنا. فكان لازم أشتغل أنا وفريقي. ليه أنا وبدرتي؟ الحمد لله في 2018 السمنة بوابة لكل الأمراض، نجحت الحمد لله معنا عدد كبير جدا. إن شاء الله لو تتحلنا فرصة نيجي في البرنامج وإن شاء الله نجيب حالات معانا فاقدة وزن، ربنا يخليكي. فناتج عن السمنة 44 مرض، 46 مرض نتائج سمنة. دايما مريض السمنة بيكون هو الأرض الخصبة اللي متاح انه يكون هو اولى الناس عرضة لمرض الامراض ما بعد السمنة. لذلك اشتغلت انا وفريقي جاهدين خلال 2018، وده كان سبب تكريمنا في مهرجان المرأة العربية للإبداع. وصلنا لكل الناس عن طريق تليفوناتنا، بيوصلوا لصفحتنا، بيدخل لنا على الصفحة، الصفحة عليها 30 خبير وخبيرة درسين تغذية، ويمكن أنا الحد الوحيد اللي له صفحة على الفيسبوك عليها مجموعة من الخبراء والخبيرات درسين تغذية. بيهمني قوي يكون اللي بيتعامل مع سيكولوجية البيشنت ده حد دارس تغذية، دارس تغذية، علم التغذية علم كبير جدا جدا جدا. يمكن أنا معرفة كبيرة من خلال دبلومة التغذية، ماجستير التغذية، وإن شاء الله مناقشة الدكتوراه 4-4. مع كل الوقت ده مع الدراسات بنعرف الاكتر والاكتر في العلم ده، علم كبير جدا ما شاء الله. الحمد لله ربنا يزيدك. ميرسي لذوقك. فعشان كده اتكرمنا في 2018 انا وفريقي عن الابداع في مجال التغذيه، ان احنا نجحنا مع شريحه كبيره جدا بمختلف اعمارها بمختلف حالاتها الصحيه. الحمد لله يا رب في 2018. الحمد لله ربنا ان شاء الله من تقدم لتقدم ان شاء الله. يا دكتور كلمينا بقى عن فكره التخسيس اونلاين، وازاي وصلتي للكم الناس دي ونجحت فيها ازاي؟ هقول لحضرتك، هو بما ان العلم خدمنا والتكنولوجيا وصلتنا ببعض والنت موجود عندنا كلنا، طيب خلينا نتفق ان خبير التغذيه العلاجيه او دكتور التغذيه العلاجيه محتاج يعرف حياه المريض، مش هيكشف عليه بسماعه اكيد صح، فلازم يعرف. هيساله مجموعه كبيره من الاسئله، وبناء على الاجابات دي يتم تشخيص الحاجه. يبدا بقى يعني مثلا لو انا جاي لي دلوقتي مريض داخل على الصفحه ويقدروا يدخلوا ويتابعونا من خلال الصفحه، لان الاسئله كتير جدا يتعدى 30 سؤال يعني ما شاء الله. طبعا عشان احدد المشكله اللي نتج عنها زياده وزن مع الحاله دي، يعني بسال طول ووزن وسن عشان اعرف انا عندي اوفر ويت قد ايه، منطقه تجمع الدهون، لان التعامل مع السمنه الموضعيه غير توتال للجسم. طب هل لا قدر الله يعاني من مشاكل صحيه، ضغط، قلب، سكر؟ طيب هل هو بيشتغل ولا قاعده في البيت؟ هل هي بتشتغل بالليل ولا بالنهار؟ بتاكل بالليل ولا بالنهار؟ تاكل في الشارع ولا بره الشارع؟ بتتحرك قد ايه؟ طبعا ومجموعه كبيره من الاسئله، بتشتغل ايه؟ وده مش فضول مني بس يعني لا، بس عشان تعرفي نسبه الحركه عندها قد ايه. الله ينور على حضرتك، علشان كده اكون انا حددت المشكله ايه. يعني لو اتقالت انا باكل كويس وبحب الاكل، خلاص انا عرفت ان المريض ده زياده وزن. موضوع ان انا تخسيس اونلاين، فالصفحه بيدخلوا عليها بنسالهم الاسئله دي، بيتم ترشيح تشخيص الكورس، يعني ترشيح الكورس المناسب، تشخيص الحاله، ببعت لهم عن طريق شركه الشحن، ببعت الماده الفعاله المناسبه لمريضي للحاله دي. طبعا وبناء عليه الحمد لله يا رب بيفضل معانا المتابعه من قبل الفريق. يعني مثلا حد دخل، يعني على سبيل المثال، لا دكتور مارجريت، دكتور أمنية، ماريا، ساندي، ميشيل، أي حد، خلاص أنت ده اللي تناول علاج حالتك من البداية، ده اللي عرف الهيستري بتاعك، ده اللي دون، خلاص بيبقى متابعتك مع الدكتور ده كل أسبوع، بيوزن نفسه في الصيدلية جنب البيت وبيكلمه وبيبعت. الموضوع إحنا بنوفر وقت، ست بتشتغل بترجع متأخر بتعمل هوم وورك لأولادها، طيب هل من المنطق إنك تقول لها روحي للدكتور؟ طب خلاص الدكتور جالك لحد البيت مفيش مشكلة. طب يا دكتور أنا عايزة أعرف حاجة بقى، اتفضلي. ايه علاقة الأناقة بالتغذية؟ يعني ازاي ابص بقى حضرتك، انا يعني زي ما حضرتك شايفة كده فماليش خبرة قوي في حتة السمنة وكده، بس طبعا انا عايزة افيد حضراتكم، فجبت الدكتور النهاردة معانا عشان نخش في الحته دي شويه ونفهم الدنيا. والله انا سالت السؤال ده لما قالوا لي ان انا عضو لجنه تحكيم في مهرجان ملكه الاناقه. حضرتك ما شاء الله برضو يعني الدنيا لطيفه كلك ذوق. يعني عايزين نعرف بقى ايه عضو لجنه التحكيم. انا ملكه الاناقه، ايوه، يعني جسم مثالي، يعني خالي من الدفوهات، مفيش سمنه موضعيه في الصدر، في الكتف، في الارداف، جسم مظبوط، حياه صحيه سليمه. تمام. اذا انا شفتك هو يعني انا هبص بعين الخبير، دي جسم مثالي، وزنها مظبوط، طول الوزن فيه تناسب. طب معلش يا دكتور اتفضلي، الوزن المظبوط كام؟
لا مش كام ده على يعني حسب كل حاجه بتحطوا له ايه مثلا الماس بادي اندكس اللي هي كيفيه ان انا بقيس بعيدا عن المصطلحات العلميه المعقده انا دلوقتي علشان اعرف طول ووزن يعني نقول على سبيل المثال حد وزنه 70 كيلو وطوله 160 تمام. الصح ان يكون 60 الغي ال 100 وخدي اللي جنب ال 100 يعني 160 تمام. المفروض الوزن يكون 60 170 يكون 70 155 يكون 55 كيلو بلاش الفرنش بادي علشان احنا يعني مجتمعات عربيه يعني لا حضرتك طبعا حاجه لطيفه جدا ان احنا نبقى فاهمين هي في معادله بس بلاش يعني بعيدا عن المعادله هو الموضوع احنا بسيط احنا بنختصر ايوه صح كده تمام طب مبادره حضرتك في عام 2018 السنة بوابه الامراض طبعا 44 مرض انا عايزه اقول لحضرتك اتفضلي ان العديد من يعانوا من زياده وزن عارفين كلامي ده كويس دايما اللي عنده زياده وزن ده عرضه لمرض السكر من الدرجه الثانيه ده عرضه لالام في العظام الام في المفاصل خلينا نتكلم كده نشرح بشكل مبسط اذا كان عندي مريض وزنه 100 كيلو وطوله 160 فالمفروض ان العظام اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقها انها تشيل 60 كيلو باريحيه هل هتشيل 100 كيلو وتكون مرتاحه لا اكيد هيبقى في مشاكل خلينا نتكلم بقى ان هيكون زياده الوزن دي نتيجتها ايه او اثرها ايه الاثر السلبي على المريض الام في العظام لان ما بين هنعتبر ان دول كده العظام في ماده لزجه هنا ما بين العظام وبعضها تمام؟ تمام مع زياده الوزن بتضغط العظام على بعضها فالماده الجيلاتينيه دي بتقل فبتعمل احتكاك خشونه لما بيفقد المريض وزنه الماده دي بترجع انها بتزيد طبعا ده حلو قوي وعلشان كده اي حد بيعاني من زياده وزن دكتور العظام بيقول له خس شويه افقد وزنك ما هو بدل ما انا اسكن الالم الناتج عن زياده الوزن لا انا اشوف المشكله فين واروح احلها المفروض افقد وزني الحمد لله يمكن انا وفريق ليه نجحنا في الموضوع ده علشان انا ما بعملش دايت لمريضي يعني انا ما بعملش دايت نهائي يعني بياكل كل حاجه دكتور كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله معتدله المفروض ان انا بعمل بلان كده مع كل بيشنت عندي طبعا. يعني هنقول مثلا على سبيل المثال مريض يعاني من زياده وزن وعنده شهيه عاليه طيب شهيه عاليه وبياكل عادي طول اليوم غير شهيه عاليه وبياكل بالليل غير شهيه عاليه ناتج لمرض نفسي لا قدر الله علاج الدبريشن علاج الاكتئاب دايما ادويه الاكتئاب بتفتح الشهيه طيب ممكن يكون هو اكول بطبعه وبيحب الاكل الوراثه السمنه ليها اسباب وراثيه الجينات ليست وراثيه فقط ولكن السلوك للفرد داخل الاسره ينتج عنه يعني مثلا اذا كنت انا ليا بابا او ماما الحنيه والدلع والحب عندهم اكل بطلع اكول ومحب للاكل صح. ده شهيه عاليه وده شهيه عاليه المفروض ان انا بديله ماده فعاله تعمل على انها تقفل له الشهيه دي طب ايه الماده الفعاله اللي هتكون داخل الكبسوله عبارة يعني مثلا أعلى أنواع الألياف هو الكوجك وده عشب ينتج في شرق آسيا طيب إيه بقى امتيازات العشب ده؟ ده بيفضل بيعمل إيه؟ لازم أقول لها شربي كوبايتين مية ورا الكبسولة فالألياف دي تقدر تكبر وتكبر وتاخد حيز كبير داخل المعدة فبالتالي هتاخد تلتين المعدة فخلاص خلاص التلت اللي باقي ده كل كل حاجة وأي حاجة ولكن بنسب قليلة أنظم مواعيد أكلي ليه بقول أنظم مواعيد أكلي ودي أهم شيء في العلاج ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا داخل جسم الإنسان ثلاث أجهزة مسؤولين عن الحرق الغدة الدرقية والرحم والمرارة وإذا تضرر أحدهم تضرر الحرق داخل جسم الإنسان فالدنيا اتلخبطت طبعا الغدة الدرقية بتفرز الهرمون القادر على حرق سعراتي في الساعات النهارية وليست الليلية عشان كده أنا بخلي مريضي ياكل على مدار الساعات النهارية باجي بالليل ياكل بقى طاقة سلبية يعني ايه طاقه سلبيه وعايزه اقول لحضرتك حاجه بالليل كلنا بنبقى عايزين ناكل طبعا يعني بيبقى وبالذات في الشتاء كلنا بنبقى عايزين تنظيم ناكل تنظيم في الشتاء وضع والناس اللي بتحب تاكل بالليل وضع تاني يعني في الشتاء عشان طبعا درجه حراره الجسم غير الجو الجسم اعلى تمام؟, تمام طيب فعشان كده انت علشان بردان وعايز تاخد يعني جسمك يسخن بسرعه تروح تعوض ده بانك تاكل علشان تظبط نسبه السكر صح. داخل الدم دي حاجه اما بالنسبه للناس وده خطا كبير بيقع فيه العديد ممن يعانوا من السمنه عنده وجبه رئيسيه بالليل طب ما انت حضرتك اكلت الوجبه الرئيسيه بعد الهرمون القادر على حرق السعرات متوقف ربنا خلقه بيعمل في الساعات النهاريه وليست الليليه
فعشان كده بقول انظم مواعيد الاكل، ياكل ايه امتى، ولو مشكلته شهيه انا بقفلها له، ببقى عارفه حالته ايه، ببعت له عن طريق شركه الشحن. طب في اضرار للمنتج ده او في العلاج ده ليه اضرار معينه؟ الماده الفعاله داخل كل المكملات الغذائيه عشبيه طبيعيه وليس طبيعية لها طبعا أي أضرار. طبعا حلو قوي ده. الاعشاب هي اهم الانواع لعلاج السمنه، المكملات الغذائيه العشبيه الصحيه اللي بتحافظ على الصحه. ليه بقول بتحافظ على الصحة؟ ولابد يا أستاذة مدام عزة إنها تكون تحتوي على فيتامين، علشان أنا ما هو أنا الشهية عندي هتتقفل بالكبسولة، فالفيتامينات هتقل عندي، أيوة فالأحماض الأمينية اللي واصلة الغذاء البصيلة للشعر مش هتوصل، فالشعر هيتضرر، البشرة هتتضرر، والحاجتين دول لو أي ست تضررت هتتوقف ومش هتكمل. طب فيها دكتور سؤال تاني عايز أسأله لحضرتك، المية يعني في مثلا واحده تخينه تقول لك انا مش هشرب ميه عشان انا كوبايه الميه بتخني، ففي ناس كتير بقى والله ده انا الميه لو ما اكلتش طول النهار كوبايه الميه بتخني. لا هي دي فدي حاجه لا انا هقول لحضرتك موضوع الميه ده من اهم الاسباب علشان اظبط معدل الايض داخل الجسم، لازم اشرب ميه كويس علشان اجهزه الجسم. طبعا لو قعدت اتكلم في مميزات وفوائد الميه لا تعد، الميه بتعلي معدل الحرق، ده انا لازم اقول لمريضي انه يشرب ميه على مدار اليوم عشان يعلي الحرق داخل الجسم. تمام. الناس بقى اللي بتزيد من اقل شيء وتبقى اكلاتها ضعيفه، دي ما يمشيش معاها ورقه الدايت المعتاده. خلاص هي اوريدي ممكن تكون النسب القليله داخل الورقه دي هي مرضيه بالنسبه لها. وعلشان كده انا بقول يعني مريض سمنه ويعاني من انخفاض في معدل الايض او حرقه ضعيف، ده محتاج ماده فعاله حوارق، واعلى المواد الفعاله للحوارق الراسبري لانها بتركيز 6000. اما تكون تركيز 6000 يعني ما يعادل 40 ثمره راسبري، يعني انا هنشط معدل الحرق داخل الجسم. هتدور على الخلايا الدهنيه دي وتكسرها. ما هو انا ليه بعاني من زياده وزن؟ اعاني من زياده وزن يعني الدهون الثلاثيه اصبحت داخل جسم الانسان اكتر من الاحاديه والثنائيه اعلى. علشان كده زاد الوزن، لازم اكسر الخلايا دي عشان تسهل نزولها بالماده الفعاله اللي اتعمل على انها. لا دي حاجه كويسه جدا يا دكتور، ربنا يكرمك يا رب. طبعا احنا بنستفيد من الدكتور في كلامها دوت، ولازم نحطه في حساباتنا ان احنا نمشي على نظام غذائي طبعا تبع الاعشاب. طبعا. حضرتك بقى يا دكتور عايزين نعرف مبادره مصر بلا سمنه ل 2019 حضرتك داخلها بقى كده، عايزين نعرف الدنيا فيها ايه. احنا دايما كل سنه بنفكر انا وفريقي نعمل ايه للقضاء على السمنه. طبعا الاحصائيات كل سنه احنا كدول عربيه بنتصدر زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه. تمام. طيب مصر بلا سمنه، يبقى لازم احنا كخبراء وخبيرات دارسين تغذيه يكون لينا دور توعوي داخل المجتمع. تمام. دلوقتي احنا بقالنا 7 سنوات خبره في مجال التخسيس اونلاين. طيب اكيد مر علينا العديد والعديد من الحالات اللي عرفنا ان احنا نشخص الاسباب في سوء تغذيه في مصر. الستات ما بقتش زي الاول يا مدام عزه، ما بيعملوش الاكل في البيت لاولادهم، دايما بياكلوهم من الشارع والفاست فود، وده مشكله. فين ايام زمان لما ماما كانت بتعمل ساندوتش لنا في البيت، نرجع نلاقي الغدا في البيت. الفاست فود اكتسح حياتنا وده غلط. زيوت مهدرجه، معجنات، كل ده. المياه الغازيه ومش هتكلم عنها لان اكيد العديد تناولوا اضرارها وتكرارها. طبعا. اللي اكل الفاست فود او الجانك فود او الاكل من الشارع لا اضراره عديده، زائد انه مش مضمون نظافته. فيعني خلينا نتكلم ان احنا كامهات لينا دور، المفروض ان احنا كخبراء تغذيه لينا دور نعمل حياه صحيه، نفهم الناس ياكلوا امتى. طيب اللي بيعاني من زياده وزن هيجي لي انا وفريقي، موضوع محلول الحمد لله. انا وفريقي الحمد لله عندنا من الخبره ومن العلم اللي يخدم الحالات بتوعنا. طيب الدور التوعوي، انت لازم تفهم الناس، لازم انا يوميا بنزل على صفحتي زي ما حضرتك شايفه كده، يوميا بنزل لهم نصايح. النصايح علشان في سلوكيات غلط احنا نتخلى عنها، في ناس بتاكل بالليل متاخر في اوقات متاخره، في ناس تقول لك انا ما باكلش غير وجبه واحده وده غلط، في ناس بتاكل سكريات كتير وشوكولاتات كتير، ويعني غلط كل ده. خلينا نكون وسطيين. في الوسط.
صح. يعني لا تبسطها كل البسط وهي ما ينفعش. فعشان كده بنقول ان لازم يكون لنا دور توعوي، نخلص مجموعه كبيره داخل المجتمع المصري ويا رب العربي ان شاء الله من زياده الوزن، وبناء عليه ان شاء الله باذن الله، واتمنى من الله سبحانه وتعالى نجاح المبادره الجديده زي مبادرتنا السنه اللي فاتت نجحت مصر بلا سمنه ان شاء الله. احنا اتشرفنا بحضرتك جدا، واحنا طبعا كلنا نخش على الصفحه عند الدكتور دكتوره دعاء سهيل، واي سؤال احنا عايزين نساله ندخل على الصفحه جمعوا بس الاسئله ونجاوب الحلقه حبيبتي انت معانا طبعا، وان شاء الله تبقى معايا في حلقات عديده جايه ان شاء الله كتير. وانا مبسوطه جدا بوجود حضرتك معايا ومتفائله جدا ومبسوطه، انا حاسه ان انا مبتهجه وانا بتكلم. ربنا يخليك يا رب. ودلوقتي احنا هنطلع مع بعض نشوف فيديو في مجموعه لدكتوره دعاء عن حالات هي والفريق بتاعها في 2018، صح يا دكتور؟ دي حالات خست معانا. دايما بجيب ليه الحالات، واحب قوي ان انا بيفور اند افتر علشان تكون الحالات دي تكون سبورت قوي لمن يعاني من سمنه، ان مفيش مشكله، مفيش مستحيل. اذا انا شفت حد خس مع فريق معين، ناس دارسه تغذيه بمنتجات عشبيه طبيعيه امنه على الصحه، ده هيكون سبورت قوي يدفعني ان انا الجا انا كمان ان انا افقد في الوزن. وعشان كده عامل لهم فيديو. انا عايزاكم بقى يبقى عندكم الطاقه دي، ونبقى مع دكتوره دعاء على طول كده، ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. ما نقعدش نقول لا اصل انا مش هخس، لا اصل انا وزني كده وانا لسه هروح ومش القرار يا مدام عز. لازم يبقى عندنا عزيمه ان احنا ناخد القرار، والعزيمه والاراده ان انا عايزه اغير من حياتي، اطور من نفسي، ان انا ما اكونش عرضه لمرض تاني لا قدر الله. صح. ان انا لازم اساعد نفسي ان انا نعيش اصحاء. صح يا دكتور، وانا جايبه حضرتك النهارده عشان هما ياكلوا معايا وحضرتك تخسسيهم. يبقى في تبوظي شغلي. لا خالص طبعا ما اقدرش اعمل كده. بس السؤال بقى يا دكتور اخير. اتفضل. انا عايزه اعرف حضرتك ايه الاكله اللي بتحبيها وبتعرفي تعمليها ولا لا؟ انا طباخه ماهره. واو. خلاص هجيبك حلقه بقى معايا. بس الاكل يكون صحي. يكون بالزيت الذره، لازم ما يكونش مسبك. طبعا بحب قوي الخضروات، بحب الخضار السوتيه بموت فيه، بحب. لسه قالت لي قبل الحلقه انا بحب الخضار السوتيه اكتر وجبه بحبها وبحب اكلها. خلاص احنا بقى نبقى نجيب الدكتور معانا في حلقه في المطبخ ومع توته بقى ان شاء الله. يعني اللقاء يبقى بينك وبين توته مش بيني وبينك. ربنا يخليكي، اتشرفنا بوجود حضرتك معانا، وكان معانا ومعاكم النهارده الدكتوره دعاء سهيل، اتشرفنا بوجودها معانا، ونشوفكم في حلقه جديده من فكره الدكتور. السلام عليكم.